السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل نبدا يا جماعة الخير تنسون اللايك والاشتراك. فكرة المقطع اليوم كمل السالفة، يقول سالفة آخر حرف أنا أبدأ فيه. هذا الجزء الأول هنا بقناتي، الجزء الثاني بقناة أبو سويح، تحصلون قناة وهي بالوصف برضو قنوات شباب. اللي يخطي اللي يخطي يا جماعة الخير مش العقاب. ذاك اليوم رحت البقالة جرت صامولي. لا تركت يا جماعة الخير بالشراكة مع اسبيرت نايت ليجند، مسوين اشياء جدا رهيبة وقوية مرة، وعندهم شروط جدا بسيطة. اول شرط اللي هو يكون عمرك فوق ال 18 سنة، ثاني شيء لازم تسوي فولو لعدد من الجيمرز اللي موجودين الان على الشاشة، وراح تحصلون رابط بالوصف، وراح يوديكم لصفحة مكافآت اسبيرت نايت ليجند، وراح تسوي استيراد للنقاط اللي عندك، بعدها بيوديك تحميل اللعبة. من المكافآت اللي راح تفوز فيها عزيزي المشاهد بورش 911 جي تي اس، طبعا اذا حملت اللعبه وطبقت الشروط برضو 25000 كريدت و250 توكنز. طبعا يا جماعه الخير اذا حملت اللعبه ممكن تجيك السياره بعد 31 يوم، لكن اذا حققت الشروط مع تحميل اللعبه ممكن تجيك على طول. يا جماعه الخير هذه الجوائز اللي واضحه لكم على الصوره اللي تعادل 50 يورو، لا تفوتكم اللعبه ويعطيكم العافيه. ذاك اليوم رحت البقاله لقيت واحد متهاوش معي من اول البدايه. لا وانا اتذكر يوم متهاوش معي. يا 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 وين انا اتذكر يا كيف تقول صعمولة ذا؟ ايه يا أخلص يوم اللي رحت عندك ولا اتذكره، اتذكر انك صافقني كف وانا اخنقه. ها انكتب انكتب قمت قمت تنفس بسرعة، قلت له اقسم بالله لو تقيد لو طفت بطنك كفخته وصفقته جلدته لين طاح بالأرض. وش هذا وش ضاء ايه؟ ضربته وضربته ضربته. انا عشان ما اجلد اللي قبلك هو اللي يجلدك. تفل 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 اصول. ايوه اذا رحمته ما راح ارحمك. ايه ممكن معني بد بد بد. والله والله ولا يخوف والله يخوف. لا 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 ايه تراب واصل. اضرب اصول يا عيال جلدي جلد كذا الى نم القاف. ايه بدر ولا خليك وقف والله. بدايه جديده من جديد. ذاك اليوم انا اتمشى بالحاره ولا شفت ناس يلعبون كوره. ها هم اللي يوم قربت منهم هاوشي همني اول مره اسمع. شوف يقول هذا حكم يقول كمل حكم موجود اسمع تعال قد تقاطع ما تعال همني اول مره اسمع همني. لا خليك ده هم اللي قربت من عندهم الا ذاك الرجال يقول تعال اقلط طاب طق 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 قفل الباب طق طق الباب عاد زبده طق 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 يا بارد الوقت انت تذكر عندي اخر الليل اخر الليل كلام لين جيت عندهم عاد فتح لي الباب واخيرا الا لقى ذاك العشاء والذبايح حاء ذبايح ايه حاء الرز حاء وانا ودب في النعمه ولا وتلفت والقى الرجين اظوني ما بعد سموا وا وا وننكم يبرد وجهي يا ريتي لا 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 والله ما كل شيء لك واحدة والله والله عظيم لك واحدة. ايش فيكم ايش فيكم ايش فيكم ميم ميم ما دريت الا الشايب يقول هذا والله ما يستحي على وجهك قليل الادب با يوم برد وجهي يوم برد وجهي عوض يوم برد وجهي يوم برد وجهي اضرب ايه بقى شفت الضربات دي بقى ايه بقى ما رخ قلب كذا والله ما تعول والله ما تعول والله السابع لا والله والله ضبط حد وصلنا هنا يا يلا يلا ذهبت الى المدرسه وشاهدت الاستاذ يشرح الدرس سين فاذا بي فاذا بي وين فاذا بي ارمى رجلي كرمه ارمى ولا دوسي عشان دوسي ما رحمك لاني دواسي ما بعرف لازم يعني الله يوفقك بس مزدوج والله دخلني انا ما معي شراته بالله تعود في يوم من الايام ايوه قعدت جنب قعدت ما انا عادي مكسر عادي قعدت والله لك قعدت ذي لخنقها جلست جنبه رجلا وجهه طويل لا أمشي هذا اليوم حتى أيوه مدد شي بصح سهل سواحلينك لا لا كم كم قبل
تعول ولا لا؟ خلاص ما كنسل اي والله انت جد والله ما مره ابغاك باللهجه المصريه. لما كنت ادرس في الليل بص حضرتك يا الله يا الله هو بقى قمت الصبح رحت اكلتي فول وطعميه طعميه ها مية طعمها يا باشا طعميه مية ها ميم تبدا بحقلها اديله لا 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 انا ما كنت ادري اقول لك هات خليني امحط بدارك خليني امحط بدارك يا عيب عاش ترحموني لا والله ما اخي جنن والله ما رحمته والله ما رحم يا الله والله يا عاش امحط انا والله ما محطي ويلك والله انت شوي والله انه شوي يا عيال ما اخي قوم عشان الله خلاص مالك مالك انا فيني حيل اني اقوم يلا 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 يا باشا في يوم من الايام كنت جوعان جوعان بس جوعان نمت وقمت الصبح نمت وقمت الصبح الجيران مجمعين نوني يا دكتور نيني نيني هاي اصبر هاي اصبر هاي اصبر نيني سمع جاهم قال يا ولد هذا اذان ولا ايش؟ ايه هذا موال موال بس حاطينه ايه موال هذا عارف كمل ايه سامن ايوه لك رجع لك يا ابوي هذا ايش فيه؟ قالوا هذا جارنا فنان يقرب هذا جارنا فنان هذا ايوه يقرب يا رب اشتري مهدي تفضل مو تفضل كمل روح يا يا عيال يا 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 لا لا دقيقة دقيقة اسمع صاحب المقطع أول شيء ثاني شيء بكل قصة دوره واحد يغني عليه طيب يا الله بص ده الصوت الجمالي يا ربي شو هيدا شو هيدا أبوه قلب لبناني أصبك يا كتوتك أصبك أصبك تدري ليش؟ يعني انت ما توجع يعني لا غير 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 والله لا والله ما تخيل اجل تعال هنا تعال هنا تعال هنا يبيك يبيك اي نصيحه محترف ضرب الشرابات مو معاه ضرب الشرابات يعني قلت ما توجع انا مالك عشان شو هيدا يعني قلت ما توجع انت لا ما عليك ما توجع يا اقسم بالله توجع والله اسف يا سعد قالوا ما توجع والله انا توجع داخ داخ بص انت الصبح لقيت شيرين يا اخي كلمه تقوم الصبح انت اي والله خلاص تخشنا ما يخرب نومك لقيت شيرين وغنتني على النيل على النيل لا لما لمحت ال الفول المدمس قلت له يا ابني الكلب يا ابني الكلب ابغى عدس سين سين بفتح صلعتكم والله حرف السين تبي ولا بمحك سيكون الراجل ده انسان عظيم عظيم ميم تفضل هذه يا حبيبي ايه والله ايه ميم بقول ميم اصبر لا تدركني ربكت تروح افكاري عظيم طيب ما هذا يا عيال والله وين وش ما هذا ميم ما هذا وش بيقولوا لهم وات يا عيال غش والله بقول ما هذا ما يقولون ما هذا والله ما يقولون اذا بيقولون ما هذا بيقولون ما هذا لا 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 ما هذا خلاص ما هذا طولت يا والله ما طولت والله اني قلت ميم ام حط والله بقول ما هذا على سفوه ما يقول ما هذا شوف انت بتضروني عادي خلي تضروني بس انه غلط الا غلط غلط والله غلط والله غلط والله اني قلت ما هذا الحين ما هذا مو باللغه العربيه تعلم تعلم الحين انت عارف هي ما هذا ولا ما هذا عن شكل حيوان والله اني ما تحركت الحين انت مين صح وباباك باللهجه الحجازيه يلا لا الحجازيه يلا الحجازيه يلا اليوم بنروح جده مول مول نعم لما مروني الشباب شفتوا وي ايش بوده ايش بوده ها ولا انا ها وش بوده لا 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 كيف هذه الجملة تتكم مع ذي؟ والله لخمني لا 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 والله جملة ما تركب يا أخي يلا يلا ما يخالف طيب أعطيني الحين بنعلم تركب إن شاء الله يا أخي يرحم أمك يا عيال مقطعي ما جلدت الحين لا 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 ما شاء الله
ماله لازم يا واد. وانا ماشي بالطريق شفت واحد قلت له طويل صفقت امه كف ايش ف فر من قوة الكف. يمين بالله يمين بالله تحط عليه. ها هذه اخر جملة. ها بقول ها ها مثلا لا الف اقوم وادله واخلطه. ايوه خلطوها وش بامه ده ما حميته ولا هذا الا والله بحميته. حميته واو مالي والله اي قلب زول هو بيصير مالي واو. طبعا ونعم بالحجازيين كذا راسي والله بس انه يعني ان شاء الله انه نعرف عنه واو. وين ابويا وين ابويا خليه يساعدني ابويا. وش ابويا الو رفعت الجمال على طول. الو بابا فرحان وينك يا بابا فرحان؟ نبكي من شده الالم اللي بالرجل. رب باللهجه السودانيه الله ميم ما اعرف انا مالك يا زول. يا ناس داير ما اقول لك الراجل ده شين نون صح ما يقول راجل يقول زول. ايش يقول زول ما يقول راجل يقول راجل. ايوه راجل هذا صعايده والله من صعايده انا اعرف. انت بتغلط والله انت بتغلط والله انت على المقطع. ايه هدي هدي والله ما يدري هدي اليمين تبع ايوه كذا ارنعه اعلمك هدي هدي ايش بارك الله فيك. من هذا المنبر اعزائي المشاهدين انا ما راح اشارك في اي مقطع برضه. لا لا مالك 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 والله كان خلاص صدق اقسم بالله ايش تبي بسرعه. يا زول يا زول ذكري تؤلمني يا زول. لا لما هسه جمعته هسه ايوه لما هسه جمعته ضحكت عليه من قوه الضربه. الضربه ايوه الضربه صح حضربه لين يأذن الزول هذا هاد دال دال ده الزول أدن ضحية. يلا ثم كان يبكي وانا يقول مالك يا زول مالك يا زول يقول علمني الألم علمني الألم مين ماله 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 داير ما أقول لك الزول ده شيت عيدها عيدها نفس السنان راجل لا راجل لا لا بين ليبيا والسودان والعراق واليمن وسبة إلى الأمام في قامة الزمن. لا 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 ايه ترى يضحك بدوي كذا كذا واو 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 لا والله أقول له يا زول إيش هذا الغناء الجميل. نعم لا والله جميل الغناء والله هذا واحد بصراحه هذا واحد بصراحه اي والله بس تعب 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 والله تعب ام حطه ما نضمنك غير انا حبيب انا حبيب لو 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 حبيب حبيب من وين رب باك تكمل باللهجه القصينيه اولا والله اني داري انك بتقولها وانا استنى اولا بكره التعاون بيلعب يا احمد حيي ولا تجمر هذا قال هذا ايوه لا 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 ايه توني بعدي توني بعدي بسرعه 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 3 2 1 اكشن اوه ماله بيجي بيزور تجده لجدتين لجدتين حرك رجله كمل انت ايه اثنين والله انت مو جاي دور مو جاي دور يا طلعان وين الدوتسون نون بس نون هذه الجمله ذي نون نبيها اليوم ولا نبي يمين والله يا والله الله لك الحمد انا ابغى طاقني هو لا اعوذ بالله لا اله الا الله ما شاء الله يا عيال انا هذا عورت صدق انا عورتي معك حسيت فيه احرمك يا احرمك يا احرمك انت مكاني برضو نعم كل القسمات بعد قلبي نعم حالي اوه قصيفي صح يا تفضل الكشتة باتر لا 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 وش كلمتين كلمتين كيفي جملة تعتبر كيفي يلا مالي مالي انا انسان اوكي 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 رمية برضمة وش اولا رمية برضمة بالحصان اوكي اولا اول كلمة لا 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 هو قصة اولا لما يجي تقول لهجة لا لا قالها قالها يلا ها حمار ضاع ضاع قطرة جاب لي الكليجة ما جابه وش يعني؟ ها حمارها وما جابت ليجا ها ولاي وسليمان وراه ما جابت ليجا ها
ألف أولا كمل كمل أولا وشت ليج الزينة يعني ايه اسمع بالله من ضربة الأولى حق سوحلي أنا مرة معك هم ما كرنك ليج طلع دبس ما أسنوني دبس دلون دبسة لا أنت لا سترني سني 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 اوجعك يا اوجعك سني اوجعك يا كمل كمل لا 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 تبيها صدق ولا تبيها والله لا محطك انا عليه بس لي ما عليه ما يخالف هذه ظلم ودي اشوف كيف تتالم ولد عمي يا زهر والله غبنا لقيت والله غبنا رحت الضيعه وجاء عمه طقني طقني يلا 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 وكذا قول يلا يلا عاد لبناني واصلع وين؟ تفضل يوم صحيت من النوم إيه؟ بعد ما طقني هذا طقني هذا لا لا هو نفسه ليش طقني لا 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 يوم صحيت من النوم اول ما بدا هو هاي المشي اول بعد ما طقني قلت وين الحمص والطبوله؟ طبوله؟ يا صح طبوله طبولين قلت طبولي يا والله كلكم غلط مبروك لا لا هذا هي تقبرني بعث لك حمل شو مالك؟ شو مهزوم؟ شو مهزوم؟ ميم ما نقول لكم وداع بل إلى لقاء في بس آخر عفوا من مقطع آخر من برنامج منكم وإليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا اللايك والاشتراك لايك والاشتراك وحسابات الشباب تحت يعطيكم العافية